أشياء وأسرار يفعلها حفيظ دراجي في كابينة التعليق. طبعا يا جماعة، حفيظ دراجي ده مش زينا. الراجل ده عنده طبقتين صوت، طبقتين، العالي والواطي. مبدئيا كده تعالوا نبتدي بالواطي. بيقول لك ايه بقى؟ علشان تجيب الطبقة دي لازم تبقى كده لازق في المايك كده، لازم تبقى متأثر وحاسس ان انت يعني بص صعبانيات. بص لازم تتأثر كده وتقفل حواجبك كده. بص كده عندما نتكلم عن اللاعب برجيل فان دايك، يجب ان نذكر انه لاعب من اروع اللاعبين المتواجدين على ارضية الميدان. طول قامة وقوة وبراعة اكيد في كل مكان، في كل ارجاء الملعب. يا سلام. واو. بس يا باشا تنقل بقى من بوزيشن ده لبوزيشن ده، ودايما الكرة دايما بتبقى في نص الملعب، ما تعرفش ليه. بيقول ايه بقى بعدها؟ بس يا باشا تمايل ايه بقى؟ تسترجع الكرة في وسط الميدان عند ايليكاي غوندوغان، ترجع عند شون ستونز، يلعب عند روبن دياش، في الجهة اليسرى عند زينشينكو. كل ما يضيع توماس بارتشي ها هو ضيع. قبل ما نقفل الفيديو يجب ان نذكر اللاعب الكبير ارنولد. جول. يا سلام عليك يا ارنولد.